استاذ خيري من الجيزه اتفضل. ايوه اتفضل يا فندم. انا معاك خيري ابو شميله من الجيزه. اتفضل حضرتك على الهواء. خد يا انا عندي فرع واخد جنبيه واخده من طرعه شبرمان. ايوه كمل سمع حضرتك. نعم كمل انا سامعك. في فرع واخد من ترعه شبرمنت. لا انا جنبيه شبرمنت واخده من ترعه المرازيق. جنبيه شربان شبرمنت جنبيه شبرمنت واخده من ترعه المرازيق. ايوه الجنبيه عندي مردومه. ايه سبب الرد؟ ما بتطهرش خالص، الري ما بيطهرهاش. وهي الجنبيه دي المفروض ان هي تبع الري تبع الجمعيه ولا تبع الري؟ لا تبع الري يا باشمهندس. بس طولها قد ايه؟ طولها حوالي كيلو. حوالي كيلو. ايوه اتطهرت اخر مره امتى؟ متطهر اخر مره من 3 سنين. حاضر. بس انتوا عندكم في المرازيق وفي الاماكن دي الميه جميله والصرف نظيف ومفيش مشاكل؟ يعني احنا كنا عندكم في في زياره من قريب. انا برفع من سعادتك الميه جت عندي من واحد. برفع من الرشاح من الصرف. صرف زراعي. صرف زراعي. تمام. انت عارف الصرف الزراعي الوقت ده صرف صحي وفي كل حاجه. بس انتوا ما عندكوش برضو تعديات على المصارف. لا الجنبيه الري ما بنحتاجهاش يا باشمهندس. طيب انا بالنسبه للجنبيه هكلم الري ونشوف يعني في خلال الاسبوع ده لازم يجي لها تطهير. حاضر. فانا توجهت امبارح لري مزغونه في البدرشين. قال لي هندي لسه ما لقيتش المهندس المسؤول هناك، لقيت ناس قاعدين موظفين تاني. طب سيب لي انا اوصل لك للمسؤول. حاضر. بشكر حضرتك. الله. بعد اذن سعادتك يعني. بكره ان شاء الله هيكون في حل نعرضه على الهواء. بشكر حضرتك يا فندم. ماشي ماشي. رحلتنا في الزراعيه مباشر رحله مع الانتاج ومع العمل، لكن عايز اقول ان الفلاح انتظر وتحمل سنوات طويله، ان الاوان ان احنا نرد له الجميل، ان الاوان ان يحس ان في حد بيشتغل معاه وحد عاوز يساعده، حد يمسك ايده. مش الدوله بس ولا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا الحكومه. لازم كلنا كمواطنين كل في موقعه يعمل ويجد ويجتهد لخدمة بلده. إذا كنا بنتكلم على خدمات صغيرة جدا هي عظيمة جدا للفلاح. مهم جدا أن أنت تسمع منه الراجل ده جاي يقول إيه، مهم جدا أن أنت تفهم مشكلته عشان تحلها له. شكرا لكم وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية